السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفهد تيتوريال. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن طريقة فصل تراك مزيكا عندنا، نفصله بالصوت المطرب والآلات، والطريقة التانية اللي هنتعلمها في نفس الحلقة إزاي نفصل تراك اللي عندنا ده لمطرب وبيس ودرامز وآلات. هنعمل ده في أوداستي. أول حاجة لازم نتأكد منها إن إحنا محدثين أوداستي الأحدث فيرجن اللي هو 3.4.2. تعالوا نشوف الطريقة ازاي. تابلوج اوبن فينو من شركة انتل. اول حاجة لازم نتأكد منها ان احنا محدثين 3.4.2 زي ما قلنا لبرنامج أوداستي. هننزل الفايلين دول، بعد ما ننزلهم هنفك الضغط من عليهم ونروح رايحين عند مكان تسطيب أوداستي، غالبا بيكون في سي بروجرام فايل. هنروح واخدين اوبن مديول فاتحينه، واخدين ده اللي جواه وحطينه هنا. طبعا انا حطه قبل كده فمش هقوله ريبليس، انا بس بوريكم الطريقه. وبعدين نروح جايين عندي أوداستي اوبن ميتيول، نعمل سيلكت الكل اللي هنا ونحطه. بعد كده نروح رايحين للاديت ريفرنس، او ممكن ندوس كنترول بي. نروح نازلين عند ميديولز، هنا هنلاقي مود اوبن فينو، هنلاقيه ديسيبل، هنخليه انيبل، ونروح عاملين اوكي ونقفل برنامج أوداستي ونفتحه تاني. بعد ما نفتحه هنلاقي ان هو تمام، متسطب عندنا وكل امورنا تمام. اول حاجه هنروح جايين عند سيلكت عشان نسلك على التراك، ونروح رايحين لافكت، ننزل ندور على اوبن فينو اي اي افكت، هنختار منها ميوزك سيبريشن، فصل الموسيقى. اول طريقه عندنا زي ما قلنا هنفصلها لفوكال والات، هنقول له ابلاي. هياخد وقته لغايه ما يفصل التراك، وبعد كده هنشوف هيوصلنا ليه. تعالوا نسمع التراك اللي عندنا قبل الفصل. تعالوا بعد كده نعمل سولو على الانسترومنت. تعالوا نروح للفوكال نعمل سولو عليه. زي ما شفنا بالفعل احنا قدرنا ان احنا نفصل التراك للغنى لوحده والالات كلها لوحدها. ده كل ده بالذكاء الاصطناعي بدون ما نكون محتاجين يكون عندنا نت على الجهاز. تعالوا بعد كده نشوف الطريقه الثانيه ازاي نفصلها لدرمز بيز وفوكال وانسترومنت. نروح عند افكت وندور على اوبن فينو اي اي افكت ميوزك سبريشن، ولكن في المره دي هنختار فور ستيم، هنقول له ابلاي. هياخد وقته في الفصل، وبعدين نشوف هيوصلنا ليه. طبعا انا هسيب لكم رابط التحميل في الديسكريبشن، هتلاقوه موجود، نقدر نحمل منه البلاج بتاعنا. تعال نشوف الدرامز اللي عمله لنا. بيز بصراحة أنا شايف أن الفصل محترم لحاجة مجانية بدون أي فلوس وبدون ما تحتاج لإنترنت. هنا الانسترومنت طبعا اللي هو السنسايزر اللي موجود في الغنوة عندنا، وآخر حاجة هنلاقيها اللي هو الفوكل. طبعا ده مش افضل حاجه بالنسبه للفوكال، ولكن بالنسبه لاداه مجانيه تستخدم الذكاء الاصطناعي بدون ما تحتاج للانترنت، فدي انا شايف ان هي حاجه محترمه وهتفيدنا جميعا. لو عايز حضرتك مثلا ان انت تعمل بودكاست، فتقدر ان انت تستخدم الطريقه الاولى. عندك غنوه عايز تاخد المزيكا بتاعتها من غير صوت المطرب، تقدر تفصل واستخدم الطريقه الاولى ان انت تفصلها لتو ستيم الفوكال والانسترومنت. تقدر تشيل صوت الفوكال وتخلي صوت الانسترومنت موجود وتوطي المزيكا وتخليها تحت كلام حضرتك في البودكاست، ده يبقى الموضوع لطيف معي. او اذا كنت عايز ان انت بقى تاخد صوت الدرامز، عجبك الدرامز هاي اللي موجوده دي، هتنفعك الفكره دي كويس جدا. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، شير الفيديو مع اكبر عدد من صحابك عشان الفايده تعم علينا جميعا.
بالختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Thank you.